السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده يا جماعة المسار بتاع الصاروخ الصيني. هو حاليا ماشي في مساره، هو زي ما انتوا شايفين المفروض ان هو هيدخل على البرازيل. يعني هو كده المفروض ان هو داخل على البرازيل اهو زي ما انتوا شايفين يا جماعة كده. ان شاء الله ربنا يسترها كده وباذن الله يقع في منطقه ما يكونش فيها سكان، او يكون او يقع في بحر عشان ما يكونش فيه خسائر في الارواح يعني باذن الله تعالى. واللي عايز يعرف يا جماعه المسار بتاع الصاروخ، اللينك بتاع القرر بتاع الموقع موجود في واو. اللي عايز يعرف المكان بتاعه شكرا. هو تقريبا كده هو فاضل له حاجات بسيطة ويدخل على البرازيل، وبعد كده هيعدي بقى ايه وهياخد المسار بتاعه.